أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بغداد مقتل والي العراق في تنظيم الدولة معتز نومان الجبوري بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور. وقال بيان للجهاز إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب سيستمرون في ملاحقة عناصر التنظيم. وبحسب البيان فإن الجبوري يشغل منصب معاون زعيم تنظيم الدولة لشؤون الولايات ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الخارجية. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، ما دلالة هذه العملية؟ هل يفيد أن تنظيم الدولة ربما أو تقرأ أن تنظيم الدولة عاد ضعيفا، أم أن القوات العراقية أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع تنظيم الدولة؟ طبعا من المبكر الحكم على نتائج هذه الضربة قبل التأكد من دقة هذه المعلومات. حتى الساعة لم يصدر شيء من التحالف الدولي بهذا الخصوص، وأيضا الحكومة العراقية اكتفت على لسان متحدث باسم الحكومة تأكيد هذه الضربة. ما هو مؤكد حتى الساعة أن الضربة لم تحدث في داخل العراق، إنما في داخل الأراضي السورية وأيضا من قبل طيران التحالف. بالعادة طيران التحالف يؤكد وقوع هذه الضربة دون تأكيد إصابة أو مقتل الشخص المستهدف إلا بعد أخذ عينات من الدي إن إيه والتأكد من مطابقة هذه العينات على الشخص المستهدف. بالتأكيد هو شخص مهم في التنظيم، وكما ورد في البيان أنه لم يستخدم الهاتف هربا من الملاحقة. هذا الشخص تم تكليفه وتعيينه منذ عام 2018، وهو يتجول بين سوريا والعراق، وهو مسؤول عن معظم العمليات الإرهابية التي حصلت في داخل العراق بحسب المعطيات المتوفرة هنا لدى بغداد. وطبعا أهميته هو يستعمل العديد من الوثائق المزيفة ويتنقل بأساليب مختلفة، وأهمها أنه كما ذكرت لا يستخدم لا يتصل عبر الهاتف مطلقا، ولذلك البحث عنه يكون صعبا جدا. شكرا لك ضياء الناصري مراسلنا من بغداد.